أنابَ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور الحفل العام في ختام بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي والتي استضافتها مملكة البحرين، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد بالنجاح الذي حققته بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي، منوها بما يحققه الشباب البحريني من إنجازات مشرفة في ظل ما يحظى به القطاع الشبابي والرياضي من اهتمام متواصل من قبل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله، وجعل البحرين قبلة متميزة لإقامة العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية. وأعرب سموه عن اعتزازه بالإنجاز التاريخي الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد بتأهل سموه إلى بطولة العالم للرجل الحديدي والتي ستقام في هاواي خلال أكتوبر 2018 بعد إحراز سموه المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للهواة والعسكريين، منوها سموه بالمستوى الكبير الذي ظهر به سمو الشيخ ناصر بن حمد وعزيمته القوية وإصراره الواضح على تحقيق الإنجاز الرياضي الباهر الذي تمكن سموه من خلاله من رفع علم البحرين عاليا في المحافل الهامة، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز الجديد لسمو الشيخ ناصر بن حمد يضاف إلى سلسلة ممتدة من الإنجازات المرموقة التي حققها سموه في العديد من المحافل الرياضية والشبابية، إضافة إلى رياضة الرجل الحديدي التي تنم عن حرص سموه على عكس الصورة الناصعة عن الشباب البحريني المحب لوطنه والمتفاني في سبيل رفعته. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي وإنابة سموه لحضور الحفل الختامي، كما عبر سمو الشيخ ناصر بن حمد عن سعادته لتأهله إلى بطولة العالم للترايثلون، كما أشاد بعدد المشاركين وعزيمتهم وإصرارهم لتحقيق النجاح وإكمال السباق، كما أكد سموه فخره واعتزازه بنجاح البطولة. وقدم سموه خالص اعتزازه للشركات والمؤسسات الراعية التي ساهمت في إنجاح هذه البطولة. هذا وقام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتتويج سمو الشيخ ناصر بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للهواة والعسكريين، كما قام سمو الشيخ ناصر بن حمد بتكريم الشركات الراعية والفائزين بالمراكز الأولى، كما تم تكريم مجموعة من المتسابقين والمتسابقات من البحرين. هذا وشهد الحفل الختامي سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.